ازيكم، رجعنا لكم فيديو جديد وفي لون جديد. انا واختي دلوقتي طالعين بنلعب بالسلايم، واخر واحد هيبطل يلعب سلايم، يعني اول واحد هيوقف لعب السلايم هيخسر، واخر واحد يعني مش عارفه اخر واحد هيوقف يلعب سلايم هو اللي هيكسب معانا تليفون. يعني هي خسرت هتديني ايباد، انا كسبت هديها تليفون. سبت ايباد تسمعني يا جماعه، هنا عندنا سلايم بويز معفن ده 9 سنين. دي 9 سنين كدبه، ما حصل سنين ده بتخص عكسي، ده ما كملش ساعه. انا بيكو شطرنجة، انا بيكو شطرنجة. سيب الار هالحاجة، سيب الحاجة ونكل جاو. انا بيكو شطرنجة. نادي كاس العالم الفيل، امام خط احمر. انا طبعا اللي عايز اكسب التحدي، وبين اسمي في بطل العاب وانا عارفه انا التحدي. ادي السلايم الحرامية، يعني انت سرقتها يا برضو، يعني انت كل اللي ليكي ده اهي. ايه الحته دي؟ انا ايه دول عشان اصور بالقناه. ايوه تصرف لك عقدك. تخيل انت من اول ثانيه كده تروح موقعه السلايم. لا انا عندي شويه. ليكي ايه يا بس اخبطك من كتير. ده تبقى بتبتدي ده ليه يعني؟ طخ انا المعلم مفيد. نسيه خلاص، عندي فكره. استنى اسالك حركه. لو تستسلم ان شاء الله ويفكك. لا انا اسالك حركه بس خاطري. او شكلها زي اكلة صينية هاي. طب كيف اكلي بالصوم؟ تعالي يا مزمزيل، عندنا قطعة اللحمة النية تدوقيها الحين. بس ينفع انا اكلها في النص؟ تتاكل كده او تتاكل كده لو سمحتي؟ لا لو سمحتي انا اللي هديها. افتحي بقى. لا القرف ده. افتحي بقى. يا جماعة الصوت يا جماعة. طب تعالي بس. ايه ده؟ في قمتي ماشي فيها. كذاب. يا أمتي ماشية فيها. أري فين بصي هنا. دقاي فين دقاي هنا كويس. دقاي أكتر أهي حوا. دقاي شعرها بصلي. تمام يا جماعة. إيه ده هاتي بس في الكراست في شعرك. هاتي استني همسكها كده في الفرن ده بتاعك اطلعها عادي. تعالي استني قلت لك تعالي هقوم لك. طب والله ما سيبك. ورجعنا تاني. ادخلي قربي شوية في الكاميرا. هاي يا جماعة. هاتي أمي السلايم. قربي في الكاميرا يا بنت. طب أهو. لا مش قربي. ليه؟ شو قربي ليه؟ أنت ما تنضفه يا حبيبي. استنى أحاول أسيب شوية من الوعاء على الأرض. أقلى صينية بنت العصينة. ماشي. تو بي كونتينيوز. سانشارني يا حية. إيه بس وعدينا أنا دينا أنا غلط. خدي. ايه هالقرفك؟ كل انا اللحمة بيت. شايفة اللحمة طرية كده ازاي وحلوة؟ لا مش طرية هي. لا بس كده؟ لا بس. لا والله ما هملكها. ده حلاتي كده؟ بعدين ناكل؟ على الوقت ساعتها ما كنتش هعملك حاجة، ما قلتش دلوقتي. انا سايبة معاك وزوجي يا ليلى. هتخسري. طيب هتخسري بأيبادك. ليه؟ عايزة أصحابك. ايه ان شاء الله بتوفري يعني؟ ما ترجعيش ورا عشان ما يقفش على الارض. خليه يجي عليكي، ما هو كده هيجي عليكي. انا ادخل استحمى.
مش لما ننظف حبيبتي اول مره في حياتك بتنوفل قد ايه نقوي نوبوم النبات خط احمر انتي بذره وانت قصوص تعرفين ايه بذره تعرفين ايه قصوص بصي انتي ما بترجعيش ورا دلوقتي بقى انا واثق فيك بقى ان انا احسب عليك عادي او تقريبا انا بقول ان احنا نعملها كوره يعني وبعدين اروح جربها عليها كده لا اكتيفيتر هيتقلها اصلا سيب الجلو سيب الجلو سيب الجلو سيب الجلو ماشي يا حيوانه يلا يا حيوانه يلا يا حيوانه هات السلايم هات السلايم خلصت خلصت السلايم لا هعمل ايه بدول هعمل ايه بدول انا مش واخد منه كل حد هنا بتاخد على انهي اساس برضو كل سلايم مش بتاع لو هتاخده هتجيب درهمين ورجعنا تاني طب بتحط لنا كريتر حط لنا سايت كريتر لا انتوا كريتر يا جماعه مش عايز حد سيبي ام كريتر حط كومنت وحط حطه بس حطه على وشك لا خلاص مش حط استنى انا هحطهم كلهم في حته واحده عشان نجمعهم كلهم عليهم تيكا يا سلام فيلي حبس الفيديو وفيديو يا جماعه اختي قاعده مش عاوزه تفتح مش عاوزه تفتح اختي قاعده هنا يا جماعه خايفه تتكلم اكتر بقى معانا الجليتر هندلق شويه كده هنا عشان اللحمه ماشي هي المفروض لحمه مفرومه صح فحطينا جليتر بعدين هنحطه كده عليه انا اصلا شويه يعني وكده بقى معانا اللحمه الذهبيه الستيك البوفتيك المصري لحمه الذهبيه من دبي حبيبي جنان لحمه طول التلفين تلاقي بوتخرب اعصابي تلفان ايه ده اوه سطلانة لحظة انت قمتي هناك صح يعني شفتي السلايم كنت ماسكة حاجة ادينا فرصة تانية ولا نكمل قالوا لا قالوا اه كداب سيزن قالوا اه لسه عندي فرصة ده ما انتيش استهلي بلعت السلايم اوت اوت هي سابت السلايم 5000 مرة مامتي الحكم نسألها مامي لا هو احنا هي حبيبتها طلعت سابت السلايم 7000 مرة كده خسر صح؟ سابت السلايم التحدي اللي هيسيب السلايم خسران وهيدي للتاني ايباد لا هي سابته دلوقتي لا نرجع 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 نعمل اخر فرصة اخر فرصة هي اللي قالت بنفسيها اوكي يا جدعان بقى هنحط ده كده على اللحمة دلوقتي يا جدعان هدتنا ده سخن قوي انت عملتي فيه ايه خلاص تعملوا عليه بالبيت ده ما تلخبطيهوش ده ما تلخبطيهوش ليه قلت ما تلخبطيهوش خلاص ما تلخبطيهوش حبيته سيبي لخبطت البلو تاني وانا قلت لها لا لا ما بتفهمش فين ده فين ايه البلو جواها لا اهو افتحي افتحي ايدك افتحي اي بكمل اهو فيها وعبديها بفين بس كان لسه السلايم اهو مش بس حطه علي انا اللي واسكو انا اللي واسكو انا اللي واسكو لا كمان تروح تخليها لون دهب ايه 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 خلاص ايه كل ده يا جماعة احنا اللي عندنا فلوس كتير دهب فين الدهب ده ان شاء الله لا 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 ضاي لا ضاي لا لا ضاي لا ده بنت حقيقية خلية صد لا لا سيبي يا والله بودي السري سلوك عطا عطا عني بودي نحن انا وقفت الفيديو كده انا عشان دخلت عند البيت وبيكونتينيو تاني دخلت الحمام وجت دلوقتي بقى نايس عن في ايدي يا جماعه لا ما جابتوش معاها صح باكل عندي كده كوم كوبات رحت بيه كده او رحت اه عملت سبليش ازاي بقى يا ابني ما
حط الكنس. عملتي بيبي ازاي بقى؟ قعدتي على التويلت ازاي؟ قلعتي البنطلون؟ عملتي كل الحاجات دي ازاي؟ انا عاوز اعمل لك ايدك من السيف وتديني الفلوس. اديك كام يا قد ما انت عاوز؟ قد ايه؟ قد ما انا عاوز يا اخوانا. ايه قد ما انا بس عم تكملي معايا سبت السلايم. لا والله سبت السلايم. والله سبت السلايم. والله جيت معايا. طب استنى انا عيد كم عيد اهو اهي سبت السلايم. والله سبت السلايم. والله اهي الحته يا غبي دي لسه مخبيه حلو. والله سبت اهو هنعيد الكاميرا. اوكي زي ما انتم شفتوا دلوقتي هي سبت السلايم وبتحور علينا الخسيسه. فدلوقتي هنعمل ايه؟ فنطلع صيد. لا نكسب. هاتي جاهز. لا لا بس انا كويس عشان اروح اجيب واحد. ما قلت لك لا. ما لا لا بصي جيش 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 السناجل جيش السناجل جيش السناجل جيش. اعمل الستايم كده مع الطاوله فيها شطفه كده مختلفه. ماشي يعني كمل. هو ده كان جوه هنا الالوان؟ لا لا كان جوه الاكتيفيتر جوه. صح؟ هبقى كل حاجة كانت جوه في الكلر ما عدا دي. ماشي والحاجات دي. قول بقى فزور يا ابني. الفزور بقى عن حاجة ايه؟ بص بتطلع بسبع بتطلع بسبع رجول وبتنزل بتلاتة. انت لا بهزرش. لا مش عارفة بس انا رايحة انضف العجينة في الحمام بعدين بفكر فيها. ايه؟ مين عارف؟ بس انا؟ ايه؟ لا قولي بجد. ايه ثلاث اصحاب ومعاهم واحد صاحبهم رجله مقطوعه طلعوا سبعه. لا موتوا اتنين فوق انسان وكلب والكلب كان رجله مقطوعه. لا كان ثلاثه في اتنين صاحبين وكلب وكلب كان رجله مقطوعه. اي 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 اوكي تو بي كونتينيود. هنشوفكم بقى في ال بعد ما نضى اجس ميجوز سينا. لا استنى في ايه؟ تمام بقى يا جماعه هو يقول لكم بقى بدنا نجيب منديل. يلا سي يو نيكست شوت. نهاية الفيديو خلاص. بس انا اصلا كان عايزك تدخلوا يعني فيديو كده ادخلوا في الكومنتات قولوا لنا اما انتوا تحبوا اي لون تعملوه دلوقتي واي لون انتوا تحبوه عاوزين نعمله ده اللي هنعمله. والتاني وهيبقى في جزء تاني بس المره دي مش هنعمل سلايم لا هنعمل حاجات كهربائيه بالزبط. وهنعمل حاجات كهربائيه يعني في تعليميه زي كليه حاجات كده في بادي برسيدي. وبعديها وخلاص وادي نهايه الفيديو ويا رب يبقى عجبكم واجي وسميجو. See you next video.